اليوم الإعلامي الهدف منه إعطاء الأهمية الكبرى للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك الطبعة الخامسة الذي المحتوى والهدف منه إعطاء للرقمنة أهمية وهدف كبير لتسهيل المهام. الهدف تاعنا هو أولا وقبل كل شيء هو إعادة بعث النشاط الاقتصادي بعد سنتين من الركود الناجم الجائحة كورونا. اللوجستيك عنصر مهم جدا، سي ان مايون تري امبورطون في عمليه التجاره الخارجيه سواء كان بالنسبه للاستيراد او التصدير، لكن احنا من جهتنا التركيز اكثر على التصدير، ولهذا الطبعه هذه ستعرف لاول مره اصدار جائزه احسن ميناء، واللي سميناها البورت كونكتيفيتي وورد، وهي بالتعاون مع مؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه.